اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أم. النهاردة الأكل صحي، وإحنا عندنا يوم الأحد من كل أسبوع بيكون الأكل صحي، وعلى باب التلاجة كده نكتب على إن في يوم في الأسبوع نقدر نعمل الأكلات اللي إحنا نفسنا فيها ولكن نعملها بطريقة صحية. النهاردة معايا المطبخ بسيط وسهل، الشوفان هو بيلعب دور كبير جدا في الاكلات الصحيه بما ان هو الياف فعاله وغير فعاله، قيمته الغذائيه عاليه جدا، مكنسه المعده، بيخلصنا من الكوليسترول، بيخلصنا كمان من الدهون الزياده اللي في الاكل بتاعنا. النهارده هنعمل كفته الرز بالخضار والشوفان، اكيد لها تفاصيلها وهنشوف نعملها مع بعض ازاي مع رز مصري مسلوق في ميه وبعد ما اتسلق صفناه من الميه كاننا بنسلق مكرونه، وطبعا بيمر مرحله التبريد وهنشوف هنشتغل مع بعض ازاي في عمايل. معايا كمان النهارده الاومليت بالشوفان. طبعا الاومليت ده مدرسه، يتعمل بالمشروم، يتعمل بالشوفان، يتعمل بالخضار، يتعمل بالبصل، يتعمل بالبسطرمه. هنعمله النهارده بالمشروم، والمشروم مصدر غني جدا للبروتين النباتي، لطيف وجميل، والمشروم مفيش مشكله منه خالص لو احنا حتى اكلنا منه في صبح وليل وعشاء. معانا النهارده بقى المفاجاه، الكيكه بالجزر، هنعملها بتفاصيلها وحقوق الطبع لدينا وبس. هعملها النهارده، اعتقد ان انا عملتها قبل كده، ولكن المره دي الكيكه بالجزر انا هعملها بتفاصيل تانيه خالص، مع الشوفان مع الجزر مع الكرمله، اكيد هتعجب الصغير والكبير وهتكون في نفس الوقت كمان بطريقه صحيه. هنشوف نعملها مع بعض ازاي. المطبخ النهارده صحي بنسبه تقريبا ل 80 ل 90%، ولكن نقدر ازاي نعمل اي اكله احنا نفسنا فيها نعملها بطريقه صحيه. هستاذن حضراتكم نروح فاصل صغير، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. الاخوه الزملاء في الكنترول وفي الاستوديو، فين اللحمه وفين الفراخ وفين السمك؟ المطبخ مش مطبخ فراخ ولحمه وسمك، ما انا عندي مصادر تانيه للبروتين والنشويات والكربوهيدرات، وممكن البروتين الحيواني كمان موجود في حاجات زي البيض. البيض ما هو منتج جيد جدا للكالسيوم والمعادن والحليب اللي انا هستخدمه في الكيكه، فمش لازم الهوبر النهارده يا شباب. النهارده هنبدا الاول بمقادير عمل الكيكه بالجزر مع التركايه والتفاصيل الجديده لاول مره وحقوق الطبع لدينا وبس، وهنتنينا نقول ما زال حقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى. معانا جزر مبشور، معانا سكر وحليب، شوفان، دقيق، بيض، المقادير بالكوب والمعلقه على الشاشه. دايما في مقادير الحلويات حريصين ان احنا نكتب المقادير بالكوبايه والمعلقه بدون اوزان عشان تبقى التفاصيل واضحه. ومعانا الزيت من معلقتين لربع كوبايه، مفيش اي مشكله، ممكن تستبدليه بزبده او بسمنه. المقادير على الشاشه، صوريها مع اللون البرتقاني الجميل ده، وعلماء النفس قالوا لك ان باللون البرتقاني بيفتح الشهيه، يعني نفسه مقفول عن الاكل ما ياكلش ترشي، يبص للون البرتقاني على تيشرتايه بقى على قميص ايا كان. المقادير على الشاشه، تعالوا نشتغل مع بعض كده ونشوف نعملها ازاي لاول مره بطريقه جديده. اول حاجه هكرمل الشوفان مع الجزر، العب هو ده الكلام، كرمله الشوفان مع الجزر سمع هس. تعال نشوف هنعمل ازاي كيكه بالجزر لاول مره بالطريقه دي. هنجيب القالب، والقالب غالب معانا دهناه طبعا ماده دهنيه مع شويه دقيق كده وخليناه على جنب. حلو الكلام. هناخد السكر، يعني تقريبا يا عم الشيف شويه دول كفايه، ربع كوب. هنخليهم على النار، ما نحركهمش كتير، مع نار شديده كده، حلو، لغايه لما اخد اللون المكرمل او الشكل المكرمل. بحط الامانه معلقه ميه صغيره، معلقه الميه الصغيره هنا بتمنع مراره كرمله السكر. دايما لما بنعمل كراميل او كريم كراميل بيمرر معانا شيف مغازي، دايما لما تعملي الكراميل لكيكه اللي هي قدره قادر او تعملي كريم كراميل حط معلقه ميه صغيره كده لتقريبا بس كفايه، ده حتى الميه كتير كمان، نص معلقه كفايه، وسيب الكرمله تطلع بتاعه السكر. حلو الكلام. معانا الشوفان، بناخد نص الكميه دي، معانا جزر مبشور بناخد نص الكميه دي مع بعض كده، ونشوف ايه الجديد النهارده في عمايل الكيكه بالجزر.
انتظر كده هسه لغايه لما الكرمله بتاعت السكر. حلو اهو، بحط على السكر ده شويه فانيليا عشان ريحه الكرمله بتاعت السكر، نص الفانيليا كده للسكر والنص التاني للبيض. كده اللون حلو. لحظه الولاده للكراميل بتاع السكر، كراميل يعني كريم كراميل، الكريمه اللي هي الحليب والبيض. اللون ده حلو قوي. ننزل بالشوفان كانك بتعملي الفوليه اللي بناكلها في المولد في المناسبات الحلوه. ادي الشوفان طلع معايا، معايا شويه جزر نص الكميه برضو، ده الجديد بقى. انا عايزك لما تعملي حلويات في البيت تعملي الحلويات اللي انت لو رحت عند اي باترينا بتاعت واحد حلواني او اي محل بحلويات المشهوره والغير مشهوره بتلاقيهاش عنده. لف حلويات مصر كلها والوطن العربي، ولما بقول الكلام ده بقوله عن ثقه، لا هتلاقي كيكه بالجزر ولا كيكه بنفس الطريقه دي، هتلاقي دسته جاتوه، هتلاقي طرط اشكال والوان، هتلاقي اختراعات كتير، افتكاسات كتير، فلسفه كتير، ولكن مش هتلاقي الا الكيكه بالجزر بالشكل ده ولا اي حاجه. نقلب كده، طعم الفانيليا مع الجزر مع الشوفان مع الكرمله على النار. طبعا نمر بعمليه التبريد المفاجئ اللي احنا بنجيب كاسرولة طالعه من الثلاجه مثلا او بدرجه حراره المطبخ بالشكل ده كده. ناخد الخليط ده يا عم الشيف ونحطه هنا كده. طبيعي السكر الكرملة لما بيتعرض لعملية التبريد بتلاقيه على طول كلكع، دي مدرسة الفولية أو مدرسة السمسمية أو الحمصية لما بنيجي نعملها. حلو الكلام؟ ونسيبهم كده نخليهم أجزاء أجزاء عشان هنحطهم في قلب الكيكة بتاعتنا. على ما نحضر ونخلط بقية المقادير الجافة والسائلة هيكون ده جمد معايا، باخده وحطه في قلب القالب. شفت الجو ده كده؟ هو ده. اخترعتش انا حاجه، كل التفاصيل صغيره تقدري تعمليها بسهوله خالص، مش اختراع. حلو الكلام؟ لغايه كده زي الفل يا عم الشيف، الله ينور عليك. هنخلط بقيه المقادير بتاعتنا الكيكه. بنجيب كاسرله او مضرب كده زي كده زي الفل، وتعالوا نشتغل مع بعض. البيض هنا، المقادير مع حضراتكم، ثلاث بيضات بالشكل ده كده. البيض يطلع من التلاجة مسبقا قبل استخدامه إذا هو في التلاجة، طبعا في الصيف لازم يكون البيض في التلاجة. نخلط كل دول كلهم مع بعض، وأنا بخلط البيض عشان يكون سريع الخفق ويديني نتيجة بسرعة، بحط السكر وأقلب. اتعلمنا كده من الشيف المغازي، هتلاقي طلع معاك القوام مباشرة أهو. الله. الفانيليا على البيض عشان نشوف القوام، ونشيل الزفارة بتاعت البيض. نبص على القوام كده، ده بيقول إن البيض بتاعنا سليم. لو البيض قطع معاك هنا معناته ان البيض فاسد، ما ينفعش تستخدميه. بالشكل ده كده. موضوع بسيط خالص. زي الفل، تمام. حلو، ننزل بالحليب واحد كوب ونقلبهم. بالزيت دول كتير شويه، نقلل كده كفايه قوي. زي الفل، بايدك انت زودت الدسامة قللت الدسامة بإيدك. لغاية كده زي الفل يا عم الشيف. ناخد الدقيق مع البيكنج باودر نقلبه كده، دايما المواد الجافة مع بعضيها، دقيق بيكنج باودر بالشكل ده كده. بناخد الخليط ده نحطه هنا كده، ونحط معاه شوية شوفان، ونخلي شويه نحطهم على وش الكيكه بتاعتنا ونقلب كده. هتقولي ليه دي صحيه بنسبه كام؟ مش بتضحك علينا يا مغازي؟ اذا الكيكه فيها زيت وفيها بيض الصفار مع البياض، احنا اتفقنا من البدايه خالص الوقايه خير من العلاج. في اكلات ممكن تكون صحيه وهيلث بنسبه 100%
وفي اكلات ممكن تكون بنسبه 90%. المهم في الاخر المجموع بتاعنا والنسبه بتاعتنا مرحله اولى من الايه؟ من التنسيق. اهو شايفين القوام ده كده زي الفل يا عم الشيف. اهو هي عايزه شويه الدقيق دول كمان زي الفل. نقلب الخليط ده كده. اللهم صل على النبي. حلو تمام. عند الجزر ملاحظين حاجه هنا؟ القوام بتاعي معايا سميك شويه لان في جزر هينزل هنا. الجزر ده يعني سوائل اهو. جزر يعني فيتامين سي، مفيد جدا للبشره، مفيد لنضاره البشره، مفيد للعين. كل دول مع بعض يا عم الشيف. مش هنقلب بمضرب كده سريع كده. في حاجة احنا ناسيينها، الكراميل بتاع السكر والجزر جاهز معانا. لاحظين حاجة هنا؟ اه زي الفل. ناخد دول كلهم مع بعض واحدة واحدة مع بعض واحنا شغالين اهو. درجة حرارة الفرن عندي 180، جاهز الفرن. الله قوام كده اهو زي الفل. جزر دايما لو هتحطي حاجة فيها سوائل زي جزر أو تفاح أو فراولة جوه كيكة هنا تقليل السوائل. فكرة عمل البشاميليات ومهرجان البشاميليات. كوسة بالبشاميل يعني البشاميل تقيل، مكرونة بالبشاميل يعني البشاميل خفيف. علل ولماذا؟ لأن الكوسة بتدينا سوائل، الباستا بتدينا نشويات وهكذا. عندي القالب بتاعي بحط كده في أرضيته شوية شوفان. حلو قوي. ناخد مقدار الكيكه ده كده ينزل في قلبيها كده. الصوره حلوه معانا يا شباب زي الفل. ننزل بمقدار كده الكيكه اهو واحده واحده. واحده واحده. درجه حراره الفرن عندي 180، خلي بالك. ننزل بكل المقدار كده اهو بالسبتيوله بتاعتي كده علشان ما فيش حاجه ايه تقعد معانا، احنا اولى بيها اهو. جهزيها وحضريها بقى. جوزك رايح على الشغل ياخد له قطعه منها مع كوبايه القهوه، هيدعي لك طول النهار. لو اتاخرت عليه بالغدا انت مصبراه. ابنك راجع من المدرسه والامتحانات دلوقتي شغاله بيقولوا لي، يعني تقدري برضه تصبيره للاولاد. الكيكه هنا جاهزه زي الفل. نرجع بقى للاختراع اللي عمله الشيف المغازي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. شفت الحلاوة بقى اهو. ناخد ده كده نفس القصة اهو في قلبيها اهو. شفت الشقاوة اهو. طبعا السكريات والكراميل والشوفان اللي اتكرمل جوه مع الجزر مديني فليفر حلو اهو. على فكرة على فكرة احنا ممكن نخلي شوية دولت الأولاد كده يقرمشوهم مقرمشات يعني زيها زي الفولية زي السودانية زي السمسمية. حلو الكلام. هزة بالشكل ده كده. شوية الشوفان بتوعنا على الوش وندخلها الفرن في درجة حرارة 180. ألف هنا وشفا للي ياكل. عينيا زي ما هي كده يا عم الشيف. درجة حرارة الفرن عندي 180. للأمانة هعمل حاجة لطيفة قوي كده. هتقولي لي إيه ديت؟ دي سنة بابريكا كده. بتكسر طعم الشوفان وتخليني إيه؟ ناكله كله. درجة حرارة الفرن عندي 180. مكانها فين في الفرن يا عم الشيف؟ هو ده نفس الموضوع أهو. وأنا واقف عند الفرن كده أهو. بص على الحلاوة، بص على الشقاوة، هي دي كده مكانها. درجة حرارة الفرن عندي 180. كيكة بالجزر فيها كل العناصر الغذائية الموجودة اللي هي بتناسب الصغير والكبير حسب أعمار أفراد الأسرة، ربنا يخليهم لنا يا رب. هنرجع بعد الفاصل هنعمل كفتة الرز بالخضار برضو بمدرسة المغازي. تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد مع أكلات صحية. أوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. We'll be right back.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل من مركز الإبداع الطهوي عبد الفرن. الفرن ده بيبين حاجات كتيرة قوي. الكيكة بتاعتي طبعا حطيتها ومجهزة على الخشبة. مخرجنا عايز يشوفها كده زي الفل. عاملة كيكة بالجزر، عاملة كيكة بالبرتقال، عاملة كيكة بأي فليفر انت حباه. ده يفضل ان انا ما اقلبهاش على طول، هنقلبها مع بعض دلوقتي حالا، بس بقى تهدى شوية كده علشان ما تتكسرش منك، ده الطبيعي. هي على الشاشة قدام حضراتكم، مخرج عايز يشوف الكيكة دي. والله بص يا راجل يا طيب، انا هعمل لك اللي انت عايزه، بس للأمانة اقول يا رب. هقلب الكيكة، ايه رأيك؟ نقلبها مع بعض، هي باردة خلاص اهي. صلى على الحبيب قلبك يطيب. حلو قوي، ايه الجمال ده؟ انا عايزها بقى كده على ايه؟ على الارضيه بتاعتها دي الجميله الحلوه دي، عاجبني قوي الشكل ده. نعم، طلباتك كترت قوي على فكره، كده تزعلني منك. عيني، حاضر يا فندم. طلعها على الكنترول، جيب لي اذن من الاستاذ احمد عوض. اهي اهي اهي، حاضر يا فندم. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ عناصر غذائيه، عايز تدور فيها كل حاجه حلوه ممكن تلاقيها. اهي يلا صورها وطلعني معاها. حلقتنا النهارده الاكل صحي وهيلث بنسبه كام يا عم الشيف؟ تنسيق اول ومرحله اولى من التنسيق، يعني تعدي 80%. رؤيه فن ابداع، بتشوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.